طب هتتجوز بقى انت احمد سعد؟ هتتجوز ان شاء الله قريب جدا جدا يعني هتجوز. بس يعني انا اصلا لسه حددت ميعاد الجواز ان شاء الله قريب جدا جدا يعني كم في خلال شهر شهرين ان شاء الله اتجوز ان شاء الله باذن الله. بس طبعا ايه انا جزء من الحاجات اللي انا يعني تعلمتها برضو في حياتي ان انا لسه شايل صورنا كلها شلتها من على من على الانستجرام وشلت حاجاتنا وحبيت تبقى حياتي مغلقه شويه. ده حقيقي فده اللي انا بعمله يعني. طب وام الاولاد بقى في حياتك بتمثل ايه يا احمد؟ لا لا دي غاليه عليا جدا 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 وست مهذبه ومحترمه وليها افضال كتير جدا جدا انها ان اشوف ولادي متربيين. اي حد لو تشوف اي طفل متربي اعرف ان امه ست كويسه. فانا يعني بينا كل احترام ولسه بتبعت لي لازم نبقى بنخرج نخرج العيال وبنعمل حاجات يعني متحضره جدا وفيها نفسيات كويسه جدا. طيب معلش ممكن واحد من اللي بيتفرج علينا يقول ما غالي على احمد سعد وكده حب عليها كتير ليه بقى؟ معلش لا هو انا بحط نفسي مكان المشاهد. معلش لا ماشي حط نفسك يا حبيب قلبي بس هو ما فيش حد اسمها حب على حد ده يعني هل مفيش ما بيحصلش في اختلاف وجهات النظر فبالتالي ما اتفقتوش مع بعض؟ في حاجات في الحياه بتحصل مشاكل من انواع تانية بتخلي الحياه خلاص وصلت فيها مناخ افضل. اصل المطلوب هو المناخ الافضل. اذا حصل في الجواز تمام واذا حصل في الانفصال تمام. اهم حاجه ان يكون الاولاد ما تطلعش متشوهه او فيهم او بيشوفوا مشاكل كتير في البيت. لا لازم البيت يكون مناخ حلو جدا للاولاد. اذا ما كانش كده يبقى ممكن الانفصال يبقى مناخ افضل برضه. مش زي ما الناس بتقول يعني ان الانفصال يضيع الاولاد. لا ممكن القرب يضيع الاولاد اكتر. طب معلش يا احمد برضه عشان برضه الناس بتبقى عايزه تعرف ده. هل انت منفصل عن ام واولادك في طلاق خلاص لا احنا مطلقين من يعني مش موجوده اصلا في لا لا خالص مطلقين من زمان سنين